صباح الخير ويعطيكم العافية والسلام للجميع. في أسرار كتير في شوبينج في كندا. اليوم نحكي عن أهم الأماكن الموجودة في كندا اللي هو كوسكو. كوسكو له كتير حسنات ويمكن حكينا عنه أكثر من مرة. عنده good products، عنده دائما أسعاره مش رخيصة، بس عنده البرودكتس الكواليتي تبعتها كويسة، وبيحمي البرودكتس تبعته بأنه لا سمح الله في أي مشكلة برجع لك البرودكتس no question ask، ما في أي مشاكل. لكن بالنسبة للأسعار، يمكن إذا طلعنا على لوحة الأسعار اللي حوالينا رح نلاقي أسعار بتختلف من 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 مكان لمكان. في سيكرتس في الأسعار، خليني أحكي لكم إياها واحد واحد. أوكي، الأسعار اللي بتنتهي برقم زي هذا، ثمانية تسعة، شايفينه؟ أي سعر بنتهي بثمانية تسعة، هذا معناه إنه هذا السعر product للمانجرز، يعني المانجر عامل عليه تنزيل. أوكي، معناه إنه المانجر عليه تنزيل، هذا معناه إنه very good price وممكن تشتروه. الأسعار اللي بتنتهي ب 99 وهي معظمها شايفينها، معظمها 19.99، هذا السعر الطبيعي، فيعني ما في عليه أي ديسكاون، ما في عليه أي تنزيلات، معناها 99. الأسعار اللي بتنتهي ب 49، أورجيكم واحد هذا، شايفين هذا 49، بكون هذا نازل من المانيفاكتشر الكمباني اللي منزله هذا، شايفين 17.49. ف يعني هذا سعره ممتاز جدا 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 صراحه. طيب في هذا زي ما انتم شايفين هون النجمه هاي، شايفينها هون مش موجودة بس هون موجودة، معناه انه هذا البرودكت مش حيرجع يجيبوه مرة تانية على كوسكو، فهي يعني تعتبر اخر مرة بيجيبوه. فانتبهوا لهذه الستار، لانه اذا بدكم هاي الشغلة تشتروها من كوسكو معناها انه يمكن بعد شهر شهرين اذا خلص عندهم الستوك ما حيجيبوا غيرها. طبعا في دائما بحطوها بالاصفر، وهي واضحة، هاي سهلة يعني الكل بفهمها، زي ما انتم شايفين هون ناقص خمسة، ناقص خمسة يعني ديسكاونت $5، هذا بيكون في الوقت الحالي السعر الطبيعي تبعه 19.99، هلأ عليه $5 ديسكاونت. طيب هلأ هذا اللي زي هون اللي بنتهي ب 89، هذا معناها المانجر عامل عليه برودكتس، فممكن تلاقوه في محل ثاني مش بنفس السعر. هون 89 معناها المانجر تبع الستور هو اللي عنده ديسكاونت عليه، حال هو 39، هذا 39 اللي بنتهي ب 39 معناه انه هذا افضل ديسكاونت ممكن تلاقيه على هذا البرودكت، اللي بنتهي ب 39 هذا افضل ديسكاونت الى الان على هذا البرودكت. طيب لقينا سعر ثاني اللي هو هذا، هو 97. طبعا لاحظوا هذا 97 معناها كليرنس، معناه عليه تخفيضات كويسه، وزي ما حكينا هاي الستار معناها انه هذا مش حيرجع على الستوك على الاقل في هاي السنة، فممكن تلاقوه في السنة القادمة بس راح ينتهي. تذكروا حكينا عن ال 49، ال 79 اللي بنتهي ب 79 نفس الاشي، هذا بكون جاي من المانيفاكتشر او المصنع، الشركة المصنعة لهذا البرودكت تنزل عليه ديسكاون، فهذا الديسكاون مش تبع كوسكو، تبع الشركة المصنعة، يعني بكونش كتير مغرف. طبعا هذا ملخص للي حكيناه. الثاني ما شفنا اللي هو برضو 88 مانجر اوف ديسكاونتس، بكون الرابع اللي هو بنتهي ب 9 مش 99، بعد معناها برضو مانيفاكتشر ديسكاونت. الاخير اللي هو بنتهي ب 00، هذا البرودكتس يعني سريع انه ينتهي فلازم تاخذ منه. هذه يعني بعض الشغلات اللي حبيت اشارككم فيها، وان شاء الله تكونوا قد استفدتوا من هذا الفيديو.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.